أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن قوة الدولة تعتبر قوة للدين والأمة. جاء تأكيد وزير الأوقاف في كلمته التي ألقاها اليوم أمام فعاليات المؤتمر 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. بحضور رؤساء المجالس الإسلامية من 57 دولة منها 20 دولة أفريقية، انطلقت فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي حول فقه بناء الدول. هذا المؤتمر المميز بعنوانه وباسمه لا شك بأنه يدل دلالة واضحة على أن الإسلام هو للبناء وليس للهدم، فالإسلام يأمر بالحياة ولا يأمر بالموت، فالإسلام هو دين الوسطية ودين الاعتدال. هذا ما نهلناه من أزهرنا تلكم المؤسسة الرائدة الرائعة التاريخية. مجابهة الفكر المتطرف اللي أساء لينا جميعا وأساء إلى يعني صحيح الدين، ولذلك تجديد الخطاب الديني يجب أن يكون على يعني أولى أولويات السادة العلماء في جميع بقاع الأرض. يناقش المؤتمر 43 بحثا تتضمن موضوعات الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول، وتشمل عدة أبحاث حول مفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر. ما يتم الآن هو وقوف جماعي واستنكار بصوت عالي لما يحدث في العالم الإسلامي وفي العالم كله باسم الإسلام من أعمال تتنافى مع الإسلام وتتنافى مع خلق المسلم السوي، والحذر من الانضواء خلف من أراد الله به شرا على الإسلام والمسلمين، ومن أصحاب الأحزاب الضالة. يستعرض المشاركون في المؤتمر نظرة القانون الدولي لفقه الدول والعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستورية لبناء الدول، ويصدر وثيقة للمواطنة المتكاملة، ويتم تخصيص جلسة للواعظات. في ظل تحديات عديدة تواجه الإسلام وما تصدره الجماعات المتطرفة والإرهابية من صورة مسيئة، يأتي المؤتمر ليؤكد على مدى سماحة ووسطية الإسلام وضرورة مجابهة الأفكار المتطرفة بالفقه الصحيح والمستنير. منذر أبو دوح، النيل.